مصر معروفة بكرمها وطيبة شعبها، المصريين معروفين دايماً بدمهم الخفيف. أخوها له صورة في القرآن باسمه. يا نهار أبيض، معقولة؟ السؤال النهاردة بيقول رسول مرسال له جن وله إنسان. الله عليك بجد النبي. الله عليك. المصريين معروفين في أي مكان مسيطرين. وأخوها نبي وزوجها نبي وابنها نبي. مين دي؟ بيستنونا في ميكروفلاش في الشارع مع سميرة سعيد. اسمح لك ايه؟ علاء سعيد خير. مين يا استاذ علاء؟ كفر الدوار. طب انا هسألك سؤال صغير، لو جبت صح هتكسب معنا جايزة، ايه رأيك؟ ان شاء الله ماشي. سؤالنا النهاردة من سورة الطارق، تعرف يعني ايه الطارق؟ الطارق؟ والله ممكن نكون صفة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا فكر شوية. طب انت حافظ السورة؟ حافظ اول جزء من السورة طيب؟ لا والله ما يدري. فكر شوية. شكرا. اسمك ايه؟ عبد الله. منين يا عبد الله؟ من المنشيه. اسمك ايه؟ مازن. منين يا مازن؟ شارع عسل. طب انا هسالكوا سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسبوا معايا جايزه، ايه رايكم؟ ماشي يلا بينا. يلا. طبعا كلنا عارفين سوره الطارق، صح كده؟ صح. يعني ايه الطارق؟ معناها ايه الطارق؟ طارق. الطارق ديت اهي، ثواني بقى. طارق مش عارف. الطارق دي الطابق. طارق. 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 انا كنت عارفها والله. بس. طارق. الطارق. اسمك ايه؟ محمد. منين يا استاذ محمد؟ من العوايد. العوايد؟ طب انا هسألك سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسب معنا جايزة، ايه رأيك؟ تمام. يلا بينا. يلا. سؤالنا النهاردة من سورة الطارق، تعرف يعني ايه الطارق؟ لا. فكر شوي. طب مش حافظ اول جزء من الطارق؟ تعال انت عارف. تعال. تعال. اسمك ايه؟ اسم مصطفى. منين يا استاذ مصطفى؟ من الدخيلة. خليك واقف، تعال خليك واقف، خليك واقف. منين؟ من الدخيلة. من الدخيلة؟ اه. ايه هي الاجابه؟ الطارق ده اي كل ما هو ظهر بالليل في السماء. طيب انت حافظ اول جزء من سوره الطارق؟ اه. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق. النجم. ما ادراك ما الطارق. لا معلش ماشي. السماء والطارق مش حافظها بصراحه. بس ايوه، ما السماء والطارق وما ادراك ما الطارق. النجم الساقط. ثاقب. ثاقب. كل نفس صح. والنجم الثاقب. ايوه صح. صح صح. الله عليك. الله عليك. اسم حضرتك ايه؟ كريم. منين يا استاذ كريم؟ اسكندريه. انا هسالك سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسب معايا جايزه، ايه رايك؟ موافق. يلا بينا. يلا بينا. طبعا كلنا عارفين سوره الطارق، صح كده؟ السماء والطارق. بالظبط. تعرف يعني ايه الطارق؟ السماء والطارق وما ادراك ما الطارق. النجم الثاقب. من كل نفس لما عليها. ايوه انت جاوبت، بقى هي الاجابه في الايه اللي انت قلتها. السماء والطارق. طارق اللي هو يعني بروح كده ابداها من الاول تاني. السماء والطارق وما ادراك ما الطارق. وما ادراك ما الطارق، يعني هو بيقول لك وما ادراك ما الطارق، يعني ايه الطارق؟ طارق مثلا اللي هو طارق الصلاه مثلا او الطارق. ماشي. بعدها قالك ايه بقى؟ وما ادراك ما نجم الطارق والنجم الثاقب. ايوه هو بيقول لك وما ادراك ما الطارق، وجي ايه وصفه بعديها؟ النجم الثاقب. الله عليك. النجم الثاقب. الله عليك. يبقى هو ايه بقى؟ نجم الثاقب. الله عليك. اسمه هداك ايه؟ سامح ممدوح. منين يا استاذ سامح؟ اسكندريه. انا هسالك سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسب معانا جايزه، ايه رايك؟ تمام. يلا بينا. اتفضلي. تمام. طبعا كلنا عارفين سوره الطارق، تعرف يعني ايه الطارق؟ الطارق ده عباره عن ايه يعني؟ اه عباره هي عن الايه بتقول ايه؟ والطارق. السماء والطارق. وما ادراك ما الطارق. نجم. النجم الثاقب. النجم الثاقب. هو هي الآية مترجمة. اه. يعني الطارق معناها النجم الثاقب او المضيء. اسمك ايه؟ اسماء رمضان محمود. منين يا استاذ اسماء؟ كنيسة الدهرية. فين؟ كنيسة الدهرية. كنيسة الدهرية؟ في ايتاي صح؟ اه تبع ايتاي. طب انا هسألك سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسب معانا جايزة، ايه رأيك؟ ماشي. يلا بينا؟ يلا. سؤالنا النهاردة من سورة الطارق، تعرفي يعني ايه الطارق؟ من يترك في السماء بخير او شر؟ لا.
انت حافظ الصوره؟ طيب اه. طب قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الساقط. انت جاوبتي اهو، كمل. ان كل نفس لما عليها حافظ ان ينظر الانسان، ان كل نفس لما عليها حافظ. انت جاوبتي، يبقى هو الطابق ايه؟ هو النجم الساقط. ايوه، الذي يطبق السماء. اه. الله عليك. الله عليك. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديد. عايزة تزيعي قولي زيعي. انا مش زيعي. ازيع؟ اه زيع. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديد. عايز تزيع قول زيعي. زيع. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديد. عايز تزيع قول زيعي. نزيع. ازيع ولزيعي. زيع يا باشا. الفيديو ده هينزل على اي منصه سوشيال ميديا انا موجوده عليها، وهينزل على قناه النهار الجديد. عايز تزيع ولزيعي. زيع. زيعي للكاميرا كده. زيع. الفيديو ده هينزل على اي منصه سوشيال ميديا انا موجوده عليها، وهينزل على قناه النهار الجديد. عايز تزيع ولزيعي. زيع. ازيع ولزيعي. الفيديو ده هينزل على اي منصه سوشيال ميديا انا موجوده عليها، وهينزل على قناه النهار الجديد. عايز تزيع قول زيعي. زيعي. زيع. اه زيعي كده.